إذن حلقتنا لليوم من لعبة كلاش رويال مليئة بالصناديق ومليئة بالأشياء، حلقة كتير أنا متحمس لها. شوفوا قديش صبرت. أول شيء بالنسبة للصناديق اللي بدنا نفجرها بهذا المقطع، عنا كل الصناديق اللي ظاهرة قدامنا، عنا بالكويست ليجندري تشيست، عنا صندوق كلان ماكس، وعنا تحدي ربحت فيه 12 انتصار. وهذا التحدي يعني انا لما ربحته كنت حابب نزل المقطع تبعه، ولكن انه يوم التحدي يعني، ولكن ما زبطت معي. التحدي اللي بعدين هلا بركي بفرجيكم المباريات شو صار فيها. هذا تحدي السادن ديث، اللي انت اللي بياخذ تاور اول هو اللي بيربح التحدي، وفيه صندوق الماكس تبعه. يعني اذا مجموعه كبيره من الصناديق اليوم بدنا نفتحها بحلقه اليوم، وحنستعرض كمان هي شوي اللقطات الهايلايت تبع التحدي تبعنا. كالعادة في عنا لعبة من اللعبة، بدي من كل العالم اللي بتلعب كلاش رويال أو حتى بتشاهدنا يعني تكتب كم أسطوري تتوقع حيطلع لنا بكل هالصناديق. يعني اكتب أنت توقعك، هل هو أسطوري واحد، أسطوريين، ثلاثة، أربعة، خمسة؟ ما قلت صفر، السبب لأنه بالكويستات في عنا صندوق ليجندري، والليجندري هو بقلبه أسطوري مبدئياً. بقى رحنا جايينا أسطوري، جايينا أسطوري. أما بهدول الصناديق الثانية ما بنعرف، فأنتوا اكتبوا يعني كم أسطوري تتوقعوا وشاركوا معنا باللعبة. خليك صادق مع نفسك، ما تقرأ التعليقات. خبر جميل وحلو إنه ليكو قديش قربت من إني وصل لليفل 13. ليفل 13 صار قريب. فخلينا نفجر المقطع لايكات اليوم اذا حابيني اني اعمل بوست بسرعه ووصل على ليفل 13 بسرعه كبيره. اذا حابين هيك خلينا نفجر المقطع اليوم لايكات، ويعني بتمنى من محبينا ومشاهدين كلاش رويال وكذا يكونوا اشتركوا فعلا بالقناه، فعلوا الجرس، لانه عملت تصويت هذاك اليوم بالكوميونيتي تاب، واغلب الناس قالوا لي انه هن ما عم بيجيهم تنبيه، عم بيفوتوا على اليوتيوب بشكل عشوائي، عم يشوفوا لي مقطع بيقوموا بيفوتوا عليه، ما بيجيهم تنبيه، مشان هيك الجرس هو الحل الوحيد لهذا الموضوع. طيب قبل ما نبلش حلقتنا اليوم، بس بدي لكم على شغلتين بشكل سريع. اول شيء انه طبعا في مسابقات عنا بقناه الون جنجن ون، كل 14 شهر بصير في سحب عشوائي لواحد من المشتركين. كل عليك كساوين اكون مشترك بالقناه وفعل الجرس. واحد بيربح 100 دولار و10 بيربحوا 10 دولارات كل واحد منهم. الجائزه هو بيختارها لما يجي الرساله على بريده، بده اياها اي تيونز، جوجل، بده اياها كاش، بده اياها ريوت بوينت، اللي بده اياها بياخذها. الشغله الثانيه انه في عندنا قناه كلوز شوتس، بدنا حاطط لكم مقطع عليها، يا ريت بس تروحوا على هي القناه تعملوا لايك على المقطع وتشتركوا بالقناه، نحاول نعلم مشتركينهم باقصى سرعه ممكنه. هذا كل شيء بيطلبوا منكم لليوم. وطبعا بالنهايه اخر شيء، اذا عندك وقت زياده وبهمك مقاطع بس هي للكبار فقط، في عندي قناتي، قناه عمر نقاع للفلوجات، كمان رابطها موجود. نجي هلا لتفتيح هالصناديق، وحنفتح الحلقه بحماس عالي كثير. الليجندري تشيست بكفي اني اخذ واحد من هدول وهو حيعطيني الليجندري تشيست. تخيلوا هذا اللي هو يطلع ليجندري بالاول، ما بنعرف، بنشوف. لا طبعا ما طلع، وهلا حنفتح بقى الليجندري تشيست. خلص صار جاهز، والليجندري تشيست بيقلنا شو شو شو. اوه اذا طلع لنا الميجا نايت، والميجا نايت بطريقه لليفل 3. والله ميجا نايت اتوقع اذا صار ليفل 3 يا اصدقائي بدي اعتمده بتشكيله رئيسيه. ليفل 2 ما له عاجبني كثير، بس ليفل 3 او 4 طبعا احسن واحسن، 5 مروعه، بس يعني 3 حاعتمده بتشكيله اساسيه من التشكيلات. حنفتح هدول الكويستات بشكل سريع. الصندوق الجاي هون جولدن، ما في شيء مهم كثير. هون في عنا فرن، وهون في عنا بومب تاور. اذا فتحت الكويستات كلهم مجمعين عندي. اجانا صندوق جولد جديد، تعالوا نشوف هذا الصندوق، بركي هو اللي فيه مفاجاه. حلقه كلها صناديق، ما معقول. هي يمكن من اقوى تفجيرات السنه لإلي ب 2017 بكلاش رويال ككميه صناديق باكونت واحد فقط. مره عملناها بكذا اكونت، مره اكونتات مشاهدين، بس الفكره ماك. اوه ايبك تشيست الجاي منيح مقبول. وهي بالنسبه لهدول الصناديق. حنفتح الجولدات اللي هون بس بشكل اسرع شوي. سكيلتون ارمي، في ناس بسموه السكارمي، ماله سيء، ماشي الحال. بطاقه، وهذا الصندوق فيه كلون، منيح، معلش الله يكثر الايبكات، ايبكات منيحه. بنجي على الكراون تشيست، الكراون تشيست واحد كلون. شو وصلت الكلون اليوم؟ لا يا شباب، الكلون اليوم عم بيعطي شغل عالي كتير. تعالوا نفتح الجاينت تشيست،
والجاين شيست فيها 860 18 واحد دارك برينس 210 باتس و 58 فلاينج ماشين. حلو الفلاينج ماشين بلشت تقوى شوي كمان هي اذا صورتها بس مو للتسعة على العشرة هاستعملها بتشكيلة. نجي للماجيكال تشيست. تعال يا ماجيكال يا حبيبي. 1200 10 باتس 20 كانون 24 سكيلتون تعشي اقوى 40 تسلا تعشي اقوى 7 انفيرنو كمان اقوى اخر واحد ايبك اتوقع. بس شو هو اذا ويتش ويتش 4 ويتش هو محتويات الصندوق كتيرة والله منوعة يعني بس منيحهم التورات يعني ممكن الواحد يروح على التورات. هاي بالنسبة للصناديق الصفحة الاولى. بنروح على الصفحة الثانية اللي هي صندوق الكلان الماكس. صندوق الكلان الماكس 1620 جولد 14 كانون 30 سكيلتون بارل 55 باتس 71 سكيلتون كله جولد. هذا دول الشغلات المكسة واثنين بولر واخيرا الجوبلين هات مفارخ. اذا مفارخ الجوبلين هاي اللي بتطلع فراخ الجوبلين. وكمان صندوق ماله سيء فيه مجموعة وفيه جولد منيح في شغلات كثير عندي هون ماكس فاخذ جولد مقبول. وبنجي لاخر صندوق صندوق الماكس تبع التشالنج اللي هو 3 وين وخسارة واحدة فقط. الصندوق مبدئيا فيه وقفت اللعبة شوي استنى نشوف امتى حترجع اللعبة شوي. ايوه ماذا حصل ماذا حصل ان شاء الله اللعبة ما تكون خربت او صار شي شغلة ممكن تكون مزعجة. لا تقلي راح الصندوق راح الصندوق ما بعرف شو طلع لي. لا قدامكم صارت المصيبة راح الصندوق وما بعرف شو طلع لي يعني ما عندي فكرة اذا طلع لي ليجندري ولا لا. ميجا نايت كان معنا شو هالقصة هاي ميجا نايت كان معنا في طريقة نعرف شو طلع لنا بالصندوق يا جماعة ما فينا ما الميجا نايت كان معنا منه اثنين ولا واحد معقول طلع لنا ميجا نايت عم حاول شوف اذا في شي بطاقة هيك ممكن اكتشف انه طلعت لي مثلا والله ما بعرف ماله باين معي ماله باين معي ولا حيبين معي صعب كتير اني اعرف هذا الموضوع. بكل الاحوال سوء حظ يلا المول الحمد لله شو بدنا نساوي ما في تحدي ما في اي شغلة اعرف فيها الصندوق. كل شيء فيني ساوي هلا اني روح على شيء اسمه باتلز وروح على المباراة النهائية يلي كانت هي مباراة ال 12 وين اللي انتو يمكن جعبالكم تحضروها. اذا مع بداية المباراة عم بيلعب الخصم هوك او عم يجهز الهوك فعليا يعني ليلعبوه لانه هو بده بالنهاية بده ياخد تاور بسرعة. تذكروا القصة نزل الهوك ونزل معه هدول الجنود كان ردة الفعل هي بس انه نستعمل ضده هالمينيون ونعمل هجمة مرتدة بالهوك. طبعا هو استعمل هذا التاور ولكن التاور ما كان كتير موفق لانه الهوك تبعه قدر يضرب او الهوك تبعنا قدر يضرب. بالنهاية طاقة تاورنا اقل ولكن شوفوا شو اللي حيصير هلا. الميجا نايت نزوله كتير مهم بهالحالة وبهالتوقيت هاد وهو لازم يحط تاور تاني ليلحق حاله. حتى الان ما حط التاور وبالتالي الميجا نايت قدر ينط على التاور والهوج وراه ووضعه كتير صعب وخسر المباراة. لاحظوا الضغط هي الخطة كلها هيك وطريقة اللعب كله هيك. ما تفكروا مباراة طويلة وما تفكروا فيها اخذ ورد وما تفكروا مليون شغلة. فكروا انه انت بس بدك تقضي بسرعة. في تشكيلات لسه اسرع بكتير بس هاي تشكيلة حلاوتها هي تشكيلة نوعا ما مضمونة دفاعيا. بكل الاحوال للناس اللي بتهمها التشكيلة هاي هي التشكيلة وللتأكد لك حتى هاي هي التشكيلة. هاي كله فيكتوري فيكتوري فيكتوري. شوفوا التشكيلة شو هو سيفوها عندكم سجلوا حفظ شاشة للتشكيلة الصورة للتشكيلة خلوها ليوم يجي ينزل هذا التحدي مرة تانية لانه هذا التحدي هيك بده نوعية تشكيلة ممكن تعدلوا عليه شيء بسيط اذا بعدكم بطاقات بس هذا نوع التشكيلات اللي انت بتهمك لتربح التحدي. اذا حققنا اليوم كانت حلوة ولكن للأسف صار فيها هالمشكلة البسيطة اللي هي خارجة عن ارادتنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم من لعبة كلاش رويال. شوفكم قريبا ان شاء الله ومع السلامة.